ماهر من سوريا، شيخنا الكريم، شراء الحلويات وشجرة الميلاد هل يجوز وما حكم هذا الفعل؟ خليني أربطه سريعا لأن الوقت أدركنا بسؤال حنان من أمريكا. أنا ربة بيت أعيش في أمريكا وأبيع الحلويات من منزلي، وأثناء اقتراب الأعياد الدينية الخاصة بالشعب الأمريكي تأتيني طلبات الحلويات بكثرة في تلك المناسبة، كما أنهم يذكرون أنهم يريدونها لهذا الغرض، فهل يجب أن أرفض تلك الطلبات علما أنني أصنع حلويات فرنسية وعربية ولا أضع فيها أي شيء يدل على أنها للاحتفال بهذه المناسبة جزاكم الله خيرا؟ هي بتبيع شيء حلال يجوز بيع يباع في كل وقت أيا كان استخدامه. أنا ببيع سكاكين، ما إلها علاقة بالمناسبة. أنا ببيع سكين، واحد بيستخدمها، الناس كلها بتستخدمها للتقطيع، واحد بيقتل بيها حد. أيوة. فما دمت ببيع شيء حلال خلاص ليس له خصوصية. تمام. والشراء يعني هذا الحكم نفسه، أنا آسف، هذا الحكم نفسه بينطلق على ما حكم أكل حلاوة المولد في المصريين النبوي، في حلاوة مخصوصة صح. هي فأقول لك بدعة والراحة، هي بدعة. بدعة مين اللي حطها أصلا في 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 ميزان الشريعة؟ لو اتحطت في ميزان الشريعة، انت عارف يعني يحط في ميزان الشريعة، يبقى اللي يكل 2 كيلو 2 كيلو حلاوة بياخد أجر أكثر من خد كيلو، ده في ميزان الشريعة، إنها تبقى أمر تعبدي. أما وإنها ليست أمرا تعبديا فليست من السنة والبدعة في شيء. طيب موضوع الشراء إذن نفس الحكم، شراء نعم. الحلويات لا، وقال وشجرة الميلاد. شجرة الميلاد لها موضوع مختلف، موضوع مختلف، ده أمر تعبدي خاص بيهم بقى، لا يجوز، لا يجوز.